برادين محمد إبراهيم سليمان، عضو المنظمة والأكاديمية الأمريكية للطب العظام، عضو الأكاديمية الأمريكية للطب التجديدي، حاصلة على البورد الأمريكي في الطب التجديدي لعلاج آلام المفاصل والعمود الفقري وإصابات الملاعب بدون جراح، العضو الدولي الممثل للمنظمة والأكاديمية الأمريكية لطب العظام في مصر. رجعنا لكم تاني مع دكتورة دينا محمد إبراهيم، أخصائي آلام المفاصل والعظام والجراحة بدون آلام. دكتور دينا، آلام المفاصل والعمود الفقري من الموضوعات اللي بتهم كل بيت، وللأسف دلوقتي كل بيشتكي الكبير والصغير والأطفال من آلام المفاصل والعمود الفقري. انتشر الموضوع ازاي وكتر كده، وايه الحل وايه الوقايه من الموضوع ده؟ اولا اهلا بيكم النهارده، مبسوطه ان انا معاكم. اول حاجه يا دكتوره منى، زي ما حضرتك بتقولي فعلا هو الموضوع انتشر وبقى بيصيب الصغار قبل الكبار كمان، نتيجه لابسط حاجه ان احنا ما عندناش حركه، قله الحركه. دايما في مثل شائع او مقوله قلت الحركه بركه، بالظبط. فالحركه بتحفظ كل الجسم من جميع الالام اللي ممكن تصيبه، زائد ان احنا طبعا الاكل الغلط. دلوقتي في امريكا بيهتموا قوي بالاكل اللي خالي من منتجات الالبان، يعني لبن والزبادي والجبن كل حاجه فيها لبن، حتى لو خالي الدسم او كامل الدسم. وفي دايما سؤال مشهور جدا كل عيانيني، حتى الجبنه القريش يا دكتوره؟ حتى الجبنه القريش، لان انا مش مساله الدسم في الجبنه، مساله نوع البروتين نفسه. زائد ان احنا عايزين برضه بنحب العين يمشي بحاجه اسمها جلوتين فري. جلوتين ده بروتين موجود في القمح، فالقمح بكل ما هو طالع منها، دقيق بقى، عيش، مكرونه، مخبوزات، بليله، كل مشتقاته. سؤال مشهور برضه، العيش السن؟ ايوه العيش السن، لان هو فيه دقيق. اي نعم في رد اكتر، بس هو فيه دقيق برضه، مظبوط. فزي ما قلنا بقى الحركه مهمه جدا، الاكل مهم جدا، هيحفظ العيان من انا عندي زيادة عيانين الوزن. عندي مش بس الوزن، طبعا الوزن بيأثر على المفاصل، لكن كمان نوع البروتين، نوع الاكل نفسه بيأثر لي على الجهاز المناعي. وجهاز المناعي هو بنسميه الدي ار، دي وار دكتور، دي يعني ديفنس حمايه ودفاع، يعني ريجنريشن، هو اللي بيعمل التئام وتجديد في الانسجه اللي بتبوظ، تجديد ليها. برافو عليك، تجديد. فجهاز المناعه بيبوظ من الاكل، اللبن ومنتجاته والقمح ومنتجاته. فلما العيان، انا عندي عيانين عندهم دلالات الروماتويد والحاجات اللي هي امراض مناعيه عاليه، كوراثه بقى تظهر كوراثه الاول. لا يعني انا عندي عيانين بيشتكوا من امراض مناعيه، فاوريدي فعندهم دلالات الحاجات دي عاليه، بس بالاكل بيبقى بيتقلب من ايجابي لسلبي، يعني من بوزيتيف لنيجاتيف، بس بالاكل. فاحنا يعني احنا معمولين باللي بناكله، وي ار وات وي ايت، يعني اي حاجه بناكلها هي بتعملنا. وكمان في برضو حاجه نفسي الناس تبطلها، التلج وكمادات الساقعه. التلج وكمادات الساقعه ضد علاج الالم. اللي بيزود، اللي بيعالج الالم وبيزود الدوره الدمويه وبيزود تدفق الخلايا عشان تعمل التئام وتجديد في الانسجه، الدافيه، ولا سخنه ولا ساقعه، الدافيه. يعني الملاعب، الملاعب بيقع ويتالم، احط له تلج. دي حاجه ثانيه. ليه بقى؟ لما بيكون عندي اصابه وتهتك في الاوعيه الدمويه، انا عايزه احط التلج عشان اوقف النزيف، بس في الداخلي في الاوعيه الدمويه الرفيعه، لما بيحصل له كدمه وزرقه وكده، احط تلج عشان اوقف، اعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، فاقلل الترشيح الهيموجلوبين من جوه الاوعيه لبره الاوعيه. لكن بعد كده مده 48 ساعه بس التلج، ثم اقلب على دافي. لكن لو انا عندي عيان ما حصلتلوش اصابه، مش عنده كدمه، مش عنده ترشيح دموي داخل العضله، لا طبعا لازم، انا عندي عيان في الم لازم احط كمادات دافيه. استاذن حضرتك معانا تليفون. الو. الو. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. انقطع الاتصال، نرجع تاني. عندي في انباء، في انباء بتقول ان احنا بقينا عليك. اتفضلي. قبل لما تكملي، انا عندي عيانه امبارح عندها شد عضلي رهيب، فكلمت الدكتور قال لها حطي تلج. قلت لها انت عندك لحمه طالعه من الفريزر مجمده، عايزه تفكيها، هتحطي لها تلج ولا هتحطيها في ميه دافيه؟ حطها في ميه دافيه طبعا. بالظبط. قلبت من السائع للدافيه، الالم قل، مش هقول لك راح، بس بدا يقل. فكان طبعا عمال يزيد مع التلج. فطبعا التلج ده نفسي الناس تبطله، ولا تلج ولا ساقعه، ميه دافيه.
المياه الدافيه هتعالج لوحدها، ومن الماء جعلنا كل شيء حي. نعم الساعه ميه، بس المياه الدافيه الطاقه بتاعتها مختلفه عن طاقه المياه الساقعه. نقول ان في انباء كده مبشره بالخير، بتقول ان بقى في عندنا علاجات بسيطه في البيت واكلات بسيطه ممكن اقوم بيها ابعد تماما عن الامراض دي، او اعالج نفسي على ما اوصل لدكتور متخصص. بالظبط زي ما اتفقنا، الحركه مهمه جدا، ان انا مش على طول قاعده حركه مكتبيه، قاعده على كمبيوتر، قاعده موظفه بتكتب. العربيات طبعا انا بتحرك، بنزل من بيتي بركب عربيه بطلع شغلي، مفيش عندنا الحركه. طبعا الحركه مهمه جدا، مش عايزه اقعد مش عايزه اثبت وضع واحد اكتر من ثلث ساعه، حتى انا قاعده على الكمبيوتر حركه من حين لاخر كده ثلث ساعه قاعده على الكمبيوتر، اقوم اتمشى لي دقيقتين ثلاثه وارجع اقعد اكمل شغلي، بس ما ينفعش اثبت وضع واحد اكتر من ثلث ساعه نص ساعه بالكثير. فالحركه وكمادات الدافيه، وطبعا على قد ما نقدر نبعد عن منتجات الالبان والدهون. طب ايه البدائل؟ مش الدهون سوري، القمح. ايه البدائل؟ البدائل انا بقول للعيان كل ما هو ابيض ممنوع ما عدا البيض والسمك والفراخ، يعني هي يعني اللبن لونه ابيض ممنوع، الدقيق والمكرونه والعيش لونهم ابيض يستحسن يقللهم. السكر طبعا، السكر حدث ولا حرج، حدث ولا حرج بالظبط. لكن البيض اوكي بس قليل عشان خاطر الكوليسترول. والسمك والفراخ طبعا احسن من احسن من اللحوم حتى. اللي بقول له الملون كله مسموح، خضار اوكي، فاكهه اوكي، بقوليات اوكي، بس اللحمه لا. هو في علاج احنا تعودنا عليه وبقى صاحبنا اعتدنا عليه؟ مظبوط، المسكنات. المسكنات دي اوحش حاجه ممكن الواحد يعملها في نفسه، مسكنات والادويه البسطه للعضلات. انا اي حاجه بتوجعني اروح جري على المسكنات. مش المسكنات كلها وحشه، يعني احنا عندنا شك البنادول والبارامول الحاجات اللي هي بالظبط الاسيتامينوفان الباراسيتامول الحاجات دي كلها امنه، لان هي مش بتوقف لي الجهاز الصيانه بتاع الجسم. كل بقى انواع المسكنات حدث ولا حرج بتعمل حاجه بسيطه جدا، ان هي بتوقف جهاز الصيانه بتاع الجسم. انا دلوقتي اتلويت او عندي ركبتي بتوجعني، اخد مسكن هوقف الالم اوكي، بس في نفس الوقت قللت من جهاز الحمايه بتاعي. برافو عليكي، برافو عليكي، لان جهاز المناعه هو ده اللي بيجدد بيعمل حيويته. برافو عليكي، انا بوقفها، فانا المشكله اللي حصلت انا وقفت قدره الجسم على تجديدها. فطبعا المسكن ده ما نستسهلش خالص، او بالعكس مش ما استسهلش، ابقى استبعده نهائي يا ريت، ما عدا زي ما قلنا الباراسيتامول والحاجات دي كلها. الاهم من اول يكتبه الطبيب المتخصص. ما هو مع الاسف يعني احنا معانا الطبيب المتخصص اللي انا قلت له بثق فيه، عشان ما ينفعش نهز ثقه الناس في الاطباء. لا انا مش بهز ثقه حد في حد، انا بتكلم المسكنات عموما بشكل عام. كل الابحاث اثبتت ان المسكنات بتزود الخشونه ومش مش بتعالجها. دلوقتي الابحاث كلها لو دخلت على النت هتلاقي المسكنات بتزود الخشونه وبتزود الالم، بتوقفه اي نعم في وقتيا لكن بتزوده بعد كده، مش وليها اثار سلبيه على انت لسه قايله تمنع الحمايه هي بتوقف جهاز المناعه، فبالتالي بتوقف قدره الجسم على تجديد المشكله اللي حصلت. فانا هوقف الالم ساعه ولا ساعتين، لكن استحاله هوقفه طول عمري. والدليل ان العيان اللي بيرتاح السنه دي بقرص في اليوم، السنه الجايه لو بيبقى 10 بيبقى 10 مش 2 بيبقى 10 بيضرب في 10 على طول. طبيعتنا كسولين ان احنا نروح للدكتور فلقينا مسكن جارتي كده انا اخدتها مظبوط. الادويه البسطه للعضلات، العضله لما بتقفش مش عشان خاطر غلاس على الجسم، يا اما هي انا حطيتها تحت ضغط وهي عملت ستريس على عضله اقوى من قدرتها، نزلت الجيم فجاه عايزه اخس 10 كيلو في يوم. برافو عليكي، حطيت عليها ضغط اكتر من قدرتها وهي ضعيفه، فطبعا قفشت ده هتعمل لي مشاكل. يا اما انا عندي مشكله ما في مكان ما في مفصل ويقفش عشان تحميه، هنا جسمي بيقول لي خد بالك في حاجه غلط، دي علامه، مجرد علامه انذار. صح، فالادويه البسطه للعضلات انا بوقف الانذار ده. فطبعا انا لما يحصل بتتطور وتتفخم. برافو عليكي، وانا فاكره ان هو شد عضله. برافو عليكي. اهم بقى حاجه، اهم من المسكنات دي كلها، ان انا اخد بقى فيتامينات. دلوقتي العالم كله بالذات في امريكا ماشي على فيتامين دي 3 دال 3 وفيتامينات ب حدث ولا حرج، ب 1 و6 و9 و12 كاف 2 كي 2 المعادن بقى مجنيسيوم. المجنيسيوم ده اهم معدن. او نرجع للاكلات الطبيعيه، بس مهما رجعنا بس لحد ما بس مش بتديكي طبعاً الدوز او الجرعه اللي جسمك محتاجها. عندك ماجنيزيوم، عندك السيلينيوم، عندك البوتاسيوم زي ما حضرتك قلتي، اهم حاجه فيهم الماجنيزيوم. فيتامين سي برضو مهم جدا، لان هو اللي بيخش في تكوين، مش بس عشان خاطر البرد والانفلونزا، لا هو اللي بيخش لي في تكوين. ده ليه مرضى القلب كلهم بياخدوا فيتامين سي على انه ده عشان خاطر هو كمان بيخش لي في تكوين الانسجه والالياف بتاعت الفايبرز، الالياف بتاعت الجسم نفسه. تمام،
تمام. كان عندك سؤال مهم قوي منى. كان سؤالي يعني كيفية التعامل اليومي مع يعني الآلام العمود الفقري وآلام المفاصل، التعامل اليومي لحد ما أروح لدكتور يعني. بص يا دكتورة منى، احنا عندنا حاجة اسمها إيجاسكيو. الإيجاسكيو ده علم حلو جدا، بيعتمد على الجاذبية الأرضية في إعادة اتزان المفاصل فوق بعضيها. الجسم نفسه المفاصل من كتافك ومفصل الفخذ والركب والأنكلز عندك اتزان طولي وعندك اتزان عرضي. لما الاتزان ده بيختل كأنك عندك تروس فوق بعض. اول لما الاتزان ده بيختل حتى لو مليمت حاجات بسيطه جدا ما تتشافش بالعين المرئيه بالظبط ولا حتى باي حاجه، اتزان حاجات بسيطه جدا يختل بيبوظ لي الاكسس، حركه غلط حركه او وضعيه غلط. انا اعتدت على ان انا اقعد اذاكر كده او اعتدت ان انا قاعده على كمبيوتر بيضعف لي العضلات، العضلات ضعفت هيتغير لي الاتزان ده، الاتزان اتغير التروس مش راكبه فوق بعضيها مظبوط، لازم العين هيخش في شفت شخصيه البروفايل بتاع وشها العظم الوشي ده بقى فيه ميل عشان لفه الطرحه بتاعتها فيها شد. ايوه صح. غيرت من البروفايل الشكل تماما من مثلث لشبه منحرف بجد. صح. فاحنا لو احنا اللي هي الحركه بتعمل الاتزان، وزي ما اتفقنا بقى اوقف المسكنات، كريمات مسكنيه، كل الحاجات دي طبعا مش عايزه اقول يعني ان هي بنضحك على الناس بصوره مش مظبوطه. طب يا دكتور يعني ياخد فيتامينات، عندك فيتامين بي ودال وكاف، كل الحاجات دي يتحرك، يحط الكمادة السخنه زي ما اتفقنا، ده كلها بيعمل وقايه من اي الام. كنت هسأل حضرتك يا دكتور عن موضوع الأعشاب الطبيعية والحاجات دي، يعني حتى الفيتامينز دلوقتي في حاجات زي الكركمين كده. الكركم الكركم حدث ولا حرج. الكركم أنا بكتبه للعيان بتاعي بره في أمريكا فيها حبوب كركم بتجيبها من في كركم موجودة هنا في مصر. موجودة في مصر عن طريق الاستيراد. موجودة الكركم في الأكل. أنا بقول للعيان بتاعي أنا بحب أدردش مع العيان، أقول له أعمل عارفة حمص الشام؟ بقول له هات حمص انقعه من بالليل للصبح أو هات حمص كانز تبقى طرية يعني. وأحط أغليها على النار بمية، حط فيها كركم كتير، كركم وكمون وفلفل أسود، وحط مثلا بصل بقى الطماطم عشان يحلي عشان طعمه. البقوليات مفيده جدا. هو الحمص الشام اللي انت بتعمله لنا النهارده ده جميل قوي في دخول الشتاء. فاصل وهنرجع لكم تاني نكمل وصفه حمص الشام اللي هتحمينا والكركم. هرجع ما تروحوش في اي حته واستنونا. ورجعنا لكم تاني وحرمتكم من حمص الشام والكركم. اتفضلي يا دكتور وصفها لنا بقى من الاول تاني بالروح كده. طيب قول لنا فايدتها الاول. فايدتها ان هي فيها بقوليات. البقوليات دلوقتي امريكا بتتجه للغذاء البحر المتوسط، يعني اكلنا احنا البلاد البحر المتوسط عندهم اكل زيت الزيتون والبقوليات والحاجات دي مهمه جدا. فبنجيب البقوليات اللي هي الحمص وبن يا اما بنقعها من بالليل يا اما بجيبها كانس تبقى طريه، بس طبعا تبقى فريش احسن. تمام. وبعد كده بغليها على النار بكركم وفلفل اسود وكمون، لان كل الحاجات دي مهمه جدا. حطي بقى بصل، حطي طماطم زي ما انت عايزه. في بقى مشروب تاني اللي بيحلي بيه العيان، بقول له جنزبيل وقرفه، ولو عايز تحليه يبقى بعسل ابيض مش بسكر. زي ما حضرتك قلتي السكريات طبعا، مش بس المرضى السكر، طبعا مرضى السكر طبعا يعني لا حدث ولا حرج السكريات بالنسبه لهم، بس ولكن دايما بنقول الحمايه. صح. الوقايه خير من العلاج. مش بس كده، السكريات نفسها وحشه للجهاز المعوي. الجهاز المعوي زي ما كنا بنقول دلوقتي، الجهاز المعوي والمخ الاثنين اصدقاء بيتكلموا مع بعض. اللي بيدور الجهاز المعوي كله السكريات واللبن ومنتجات القمح كلها، فكل الحاجات دي انا عندي مشكله في الجهاز المعوي، الجهاز المناعي اللي بيبطن لي الجهاز المعوي على طول بيأثر لي على المخ وعكسه. زي انت عندك واحد متضايق جاله قولون، واحد بطنه اتنفخت هيتضايق، الاثنين مع بعض في اتصال مستمر. زائد ان انت لو صحيتي مره جربي كده تفطري عيش او مخبوزات
وجربي يوم تفطري بيض فول من غير عيش، اعملي الخس او الكابوتشا بدل العيش وحطيها أو فيها، اعملها زي ساندوتش الكابوتشا بيبقى طعمها احلى وبيبقى فيه باور. صح بالظبط. يوم لما هتفطري المخبوزات تلاقيكي نفسك مخامتي ومكسله، ويوم لما هتاكلي حاجات مفيده للجسم بنزل في نشاط. في نشاط مظبوط كده صح. تمام حضرتك كنت مجهزه لنا فيديو على ايه بقى؟ بصي دي احنا بنتكلم على الطب التجديدي عباره عن ايه؟ العلاج المفاصل احنا عندنا من قديم الازل اللي اتعرف فيه في الحقن في علاج المفاصل والعمود الفقري المسكنات زي ما قلنا طبعا. عندك الكورتيزون حدث ولا حرج، الكورتيزون دلوقتي بطلنا نحقن بيه في امريكا لان الكورتيزون معروف ان هو الاكل الكبير. يعني ايه؟ يعني مطرح ما انا بحقنه بياكل لي الانسجه، بياكل هو الفيديو دلوقتي على الهواء حضرتك هنتابعه مع بعض وتكلمين عنه. ده فصل العينه، ده احنا بنتكلم على البي ار بي او ان انا بستخدم الخلايا الجذعيه اللي في الدوره الدمويه الطرفيه. فانا الاول اخذت عينه الدم وبعد كده ده اللي بفصلها، وبعدين دي طريقه ان انا باخد بقى البلازما اللي هي فيها بقى البليتلات فيها الستام سيلز حسب ما انا عايزه اخد مكونات اللي انا عايزاها اللي هتخدمني من الخلايا الجذعيه نفسها، خلايا جذعيه اللي في الدوره الدمويه والصفائح الدمويه، كل طريقه فصل بتطلع لي حاجه. تمام. فانا حسب ما انا عايزه اشتغل بايه بفصلها ازاي على سرعه معينه. طبعا كل جهاز ليه سرعته المعينه والوقت بتاعه بيختلف لي مع الراديوس او القطر بتاع الجهاز نفسه في طريقه الفصل. فاحنا بنستخدم الفصل ان انا باخد بقى الصفايح وباخد الخلايا الجذعيه وبحقنها. بس انا هاخد العينه دي من نفس المريض؟ من نفس العيب. برافو عليك. من نفس المريض، من نفس مش العين. من مريض تاني وعينها عندي؟ لا لا لا. تمام. في برضو قبل لما تخش في الطب التجديدي في برضو حاجات الزيت اللي بتتحقن بتشحم. دي عباره انت بس بتشحمي كده المفصل علشان خاطر تقللي الاحتكاك ما بين الفقرات وتزودي فرصه ان الجسم يلقم نفسه بنفسه. بس طبعا كل لكن ما لهاش اي اعراض جانبيه دكتور؟ لا هي ما ينفعش اقول حقن ملوش اعراض جانبيه طالما حقن اي حاجه غريبه داخله الجسم الالم. ماشي. فاحنا كنا بنتكلم على الكورتيزون قلنا ان هو مش كويس بقى ممنوع. مظبوط. الزيوت دي طول ما الخشونه كانت بسيطه او من بسيطه لمتوسطه ممكن يجيب معايا نتيجه. دخلنا في متوسطه، المتوسطه يعني مراحل، في مرحله مراحل ممنوع الزيوت مش ممنوع مش هتجيب نتيجه مش هتكسر ان هي مش هتدور زي الكورتيزون طبعا هتدور بس مش هتجيب نتيجه. فالعيان يقول لك انا سنه من سنتين كانت بتجيب معايا نتيجه حلوه ودلوقتي لا. دلوقتي مش بتجيب لان انا الخشونه اتحولت من بسيط درجه اعلى. ده برافو عليكي. الطب التجديدي بقى احنا بنعتمد في كذا حاجه على ان انا اجدد نشاط الجسم، نشاط الخلايا نفسها، الخلايا بالظبط عشان انا خاطر اجدد قدره الجسم على اعاده بناء الانسجه. فاحنا من مجموعه الفيتامينات زي ما قلنا بس حضرتك هنا برضو الصوره هي حضرتك بتشرح ده بقى طريقه الحقن، الحقن بتاع البلازما نفسها. انا مش بحقن بس بلازما. الطب التجديدي من اساسه من الجلوكوز اللي هو بيتحب نحطه في الوريد في المستشفى بس بنعمله بنعالجه بطريقه معينه عشان خاطر نعالج نسبه الحمض الحمض الكروي بتاعه. بعد كده نطلع بقى على الصفايح بمشتقات الصفايح. الصفايح مش بس الصفايح، ممكن اشتغل بصفايح بس، ممكن اشتغل بمشتقات الصفايح اللي هي عوامل النمو اللي داخله جوه الصفيحه نفسها. تمام. او الصفايح نفسها وخلايا جذعيه. الخلايا الجذعيه بكل الحاجات دي في الطب التجديدي ومقادير طبعا الدكتور بيبقى فاهم. طبعا طبعا الدكستروز بنحطه حسب تركيز ايه، حسب انا عايزه اخلطه بايه بيخلف التركيز بتاعه وانا عايزه احقن ايه. حتى هنا الصوره الثانيه اهي هم دي هو استعجل شويه على ما خلصتي الشرح. انا بحقن في الطب التجديدي على مستويات مختلفه من تحت الجلد لجوه العضله على مناشئ العضله مع العظمه لجوه المفصل. فانا عندي كل طبقات الجسم انا بحقن فيها. فطبعا حسب كل طبقه وليها احتياجها اللي انت حضرتك عايزه تقول. برافو عليكي. انا بحقن ايه فين، بحقن تركيز ايه. انا ممكن الدكستروز احقنه تحت الجلد واحقنه جوه المفصل بس ده التركيز غير على حسب احتياج المريض او الحاله بتاعته. حسب الحاله فين. حسب الحاله انا هحقن ده اي طبقه. فلكن كل طبقه ليها حاجات معينه ليها ما ينفعش اغير في حضرتك اهو الصوره حضرتك بتحقني. بصي ده مثلا في العضله فهي كل يعني كل صوره بتبين عمق معين من الحق. دي في العضله اللي قبلها كانت في بس بطيء شويه اهي. دي تحت الجلد شايفه حتى معلمه فدي تحت الجلد. في صوره عدت كانت جوه المفصل فده بيبين ان احنا بنحقن على طبقات مختلفه. دي على العظم نفسه حسب الحاله بتاعت المريض. حسب الحاله بالظبط، حسب الحاله انا عايزه اعالجها ازاي، هحقنها فين وبرضه هحقنها فين وايه. لان كل مش انا مش صوره المفصل جابها لك تاني. ها ده جوه المفصل
طبعا واضح ان احنا مستنى بتادين المفصل لازم يتعقم كويس، لازم اطهر المكان قبل ما احقن. تمام. فانا مش هقتل ناموسه بقنبله، فانا حسب الحاله مش واحد عنده صداع بسيط هحط له خلايا جذعيه، لا يعني كل حاجه بتتعالج بالحاجه حسب الحاله. اكيد اكيد. طيب طب العظام التجديد اللي حضرتك عماله تشرحه لنا ده، الوقايه خير من العلاج، قلت لنا بالاكل بالرياضه بالصحه النفسيه كنا بنتكلم عليها قبل ما حضرتك تشرحها. لسه كنت بقول مع دكتوره أيوة. منى مريض الالم معظمهم عندهم اكتئاب، يا اما كان ثانوي يا اما كان يعني برايمري او ثانوي. انا دلوقتي عندي الم عايشه بيه فتره طويله، لازم هيجي لي اكتئاب. تمام. يا اما واحد عنده في جهاز نفسي. هو جايبه لك برده من على الشاشه، ده جهاز الفصل اللي بنفصل بيه، ده اللي بنحط فيه العينه وبنفصلها حسب زي ما اتفقنا الوقت والسرعه وحسب انا عايزه افصل ايه وباخدها وبحقنها بقى. نرجع تاني لسؤالي اللي هو اي مريض وخاصه لو المرض ثانوي هيوصل لمرحله نفسيه مش حلوه، فاحنا بنبقى عايزين نعالجه بسرعه عشان نلحقه من الاكتئاب ودرجاته صح. الصعبه دي حقيقه. يا اما عندي انسان ما عنده اكتئاب او هو عنده اضطرابات نفسيه عصبيه، عندنا سايكوسوماتيك سيمتومز، هيجي لي بالام جسمانيه، فايبروميالجيا، عندي حاجات كتيره، عندي امراض كتيره باساسها النفسي بتقلب لي بقى بعضوي، بتجي لي الام عضليه مفصليه. احنا بنسميها امراض نفسي جسميه ومتفقين عليها صح كلنا صح صح صح. دي امراض نفسي جسميه، والموضوع شيق وحضرتك جميلة ومعلوماتك شيقة واستفدنا منك جدا. رحبتينا نورتينا وشرفتينا جوه القناة وفي مصر كلها. الله يخليك. استفدنا من حضرتك. بس عايزين يا دكتورة نصيحة في كبسولة. نصيحة في كبسولة، الحركة الحركة ثم الحركة ثم الحركة، الحركة أساس كل حاجة. هقف عند الحركة وأقول لكم دمتم بخير أهل مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.